وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الرئيس السيسي أشار إلى التحديات التي تواجه توفير الأمن الغذائي العربي، وأهمها عدم التكامل بين الدول العربية. في غضون ذلك، أعرب رئيس البرلمان العربي عادل عسومي عن أمل أن تلقى وثيقة الأمن الغذائي كل الدعم من القادة العرب. نتمنى أن تلقى الوثيقة كل الدعم والمساندة من القادة العرب لكي يكون لدينا أمن غذائي عربي. فهذه المشكلة يعني أمانة مشكلة كبيرة وخطيرة، إن لم يتصدى لها العرب في الوقت الحالي ستكون في هناك فعلا أزمة غذاء عربية. لم أرد الحديث أن فعلا في هناك الآن بلدان عربية تعاني من المجاعة، لا نريد أن تزيد هذه المساحة بل نريد تغليصها وانهائها. التقى رؤساء البرلمانات العربية صباح اليوم بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيادته وضع يده تماما على المشاكل التي تقوم أو التحديات التي تواجه توفير الأمن الغذائي العربي، وأما عدم التكامل بين الدول العربية فنجد دولة مثلا بها أرض خصبة ولكن ينقصها التمويل وتنقصها البنية التحتية اللازمة للزراعة وكثير من هذه المشاكل، وواجه سيادته هذه التحديات كذلك بوضع يده على مشكلة إن الأنهار ومصادر المياه التي تنبع من دول غير عربية وما يمثل ذلك من مشكلة حقيقية في منع المياه أو عدم وصول المياه الكافية إلى الدول العربية. أصبح الأمن الغذائي والأمن المائي هو الخطر القادم لكل العالم، وإحنا في الدول العربية وفي البرلمان العربي اتخذنا هذا المؤتمر وكان عنوانه الأمن الغذائي. احنا في الأردن اقترحنا اقتراح ان شاء الله يلاقي القبول من اخواننا رؤساء البرلمانات، هو انشاء مركز للأمن الغذائي في الأردن ان شاء الله. ما طرأ على الساحة السياسية حاليا يستدعي فعلا ان العالم العربي يجتمع ويتكامل نحو الأمن الغذائي. كما ترون أن جائحة كورونا ثم لحقتها بعد ذلك الأزمة الأوكرانية الروسية تسببت في انقطاع سلاسل توريدات الغذاء في العالم العربي، وتأثرت دول كثيرة بهذا الشيء، وهذا يستدعي أننا نحن نتكامل ونصنع لنا سلاسل توريد خاصة بنا في العالم العربي. الأمن الغذائي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الأمان للشعوب والدول، فأصدرت وثيقة بتوافق من الجميع، جميع الوفود التي قدمت مقترحات ومرئيات من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. والأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية في إنعاش الاقتصادات في الدول العربية وفي دول العالم.